اليوم مرة تقوم يعني صديقك من نهاك وعدوك من أغراك. إحنا إذا يهمنا نجاح السيد عبد المهدي في مهمته الاستثنائية والصعبة لابد أن نقوم مساراته وننصحه ونقدم له النصيحة ونساعده، أما إذا نصفق له فسيسقط هو وزارته، فهذا خسارة. أنا كررت هذه العبارة في أكثر من منبر، قلت أن الحكومة حكومة العراق، الحكومة حكومة أستاذ وليد، حكومة حكومة مهند، حكومة حكومة أستاذ سالم، حكومة اليوم الطلاب اللي راحوا من المدارس ولو شوف صورهم وصار بهم بالمطار، الحكومة حكومة أهل البصرة اليوم الجاي النون، اليوم جاي نتصارع بالموازنة، وتعال شوف الوضع الاستثنائي للبصرة، أكثر من 200 ألف يدخل طوارئ ولا نتكلم معه أو له في الموازنة. نعم الحكومة حكومة كردستان، الحكومة حكومة الأنبار، لابد أن نفهم ثقافة الحكومة حكومتنا، وأنا أتمنى من الشباب الواعي أن يطلق هذا الهاشتاغ حكومتنا، إذا نسبنا الحكومة إلنا صرنا كل إحنا نحافظ على الحكومة.